ربما القوانين السابقة يحدد المسؤوليات ويرتب التزامات خاصة عن المسؤولين أو المسيرين عن هذه الأراضي. عدم الالتزام بهذه الالتزامات أو عدم الاحترام هذه الالتزامات من طرف المسؤولين أو المسيرين يرتب مسؤولية تقصيرية يعاقب عليها القانون، ويرتب أيضا مسؤولية جزائية في إذا ثبت التواطؤ. المسؤولية التقصيرية إذا كان المسؤول بلغ بواقعة الاعتداء ولم يتخذ الإجراءات اللازمة، والمسؤولية الجزائية إذا ثبت أنه كان متواطئا في حدوث هذا الاعتداء. المسؤوليات على عدة مستويات كما لاحظتم، عند البلدية رئيس البلدية، وعند الولاية الوالي، وعلى المستوى المركزي الوزراء والمدراء العامين للمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية الذين يسيرون هذه الأراضي. هناك من طرح مشكل قضية نسميهم مسؤولين وليس مسيرين. نحن هنا في تسيير، تسيير بصفة دائمة ومستمرة، ويرتب المسؤولية. لذلك فضلنا يعني كلمة أو مصطلح التسيير عن مصطلح المسؤولية، وفعل التسيير الدائم واليومي يرتب مسؤوليات. يعني بالضرورة لما تكون مسير فإنك مسؤول، لأن يرتب مسؤولية مثل ما قلت منذ قليل.